ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد من أهم تمارين كرة القدم اللي عنوانه مهاجمة الكرات العكسية والتحول فورا إلى اللعب 5-5 على الهدفين. بداية الفعالية تكون كما في الشكل هذا أمام منطقة الجزاء، دول الثلاث لاعبين بالوسط عندي أمام منطقة الجزاء بالضبط 15 يارد، والجناحين هذا وهذا الأزرق على بعد من دولة على بعد 10 ياردات يعني تقريبا أو 15 ياردة، هذا عن هذا وهذا عن هذا، فيصبح عندي جناحين متأخرين وعندي مهاجمين ثلاثة متقدمين على بعد 15 ياردة من منطقة الجزاء، وعندي مدربين وعندي اللعب يكون مرة من اليسار مرة من اليمين. المدرب يلعب كرتين، شوف الكرة الأولى رقم واحد إلى اللاعب الأول، اللاعب الأول بالتو تاتش إلى اللاعب الثاني، اللاعب الثاني بالتو تاتش إلى اللاعب الثالث، اللاعب الثالث يلعب إلى منطقة الجناح، ومن منطقة الجناح الجناح البعيد عن لعب الكرة، الكرة بدت منه يذهب إلى الكرة للعب كرة عكسية، واللاعبين الثلاثة يهاجمون الكرة العكسية وينتهي الموضوع. بعد ذلك يجون الأبيض يأخذون دور الأزرق، ثم يرجعون الأزرق يأخذون دور الأبيض، والكرة تلعب من هنا. يعني دائما إذا أول مرة لعبت الأزرق منها، ثاني مرة من يجي الأزرق لعب له منها، ثالث مرة من يجي الأزرق لعب له منها، رابع مرة من يجي الأزرق لعب له منها، وأربع مرات ينفذون الأزرق، هذا ينفذ مرتين وهذا ينفذ مرتين، والأبيض أربع مرات، هذا ينفذ مرتين وهذا ينفذ مرتين، فيكون عندنا ثمان مرات كل مجموعة. هذا الهدف ما له دخل أبدا، ما له دخل. ثم اعطي راحة واشرح التمرين، قل يا شباب الآن لما الأزرق يهاجم الكرة العكسية، الآن راح نلعب كرتين وليس كرة واحدة، الكرة الأولى إلى اللاعب الأول وننفذ التمرين الأول مهاجمة الكرة العكسية، فمن اللاعب الأول للاعب الثاني للاعب الثالث للاعب الثالث للجناح، الجناح يصعد يحاول يلعب كرة عكسية للثلاثة ذول اللي مهاجمين الهدف عشان ينهون الكرة في هذا المدرب وهذا اللاعب باقين مكانهم يراقبون ما يعرف بنتيجة الكروس، هل راح يروح أوت، هل يأخذ الحارس، هل راح يصير جول، رأسا من نتيجة الكروس يصير تقريبا يريد يصير، هذا المدرب يلعب كرة ثانية إلى هنا في منطقة الجناح يصعد لها هذا الجناح، يكونون ذولا خلصوا شغلهم الأربعة هذا وهذا وهذا وهذا، خلصوا شغل الكرة العكسية واستداروا بسرعة ليهاجمون هذا الجول، لأن زميلهم هذا الجناح اليسار استلم الكرة أو ظهير اليسار وراح يصيرون 1-2-3-4-5 ضد 5، 1-2-3-4-5 فانتصر. فتحول اللعب من مهاجمة الكرة العكسية إلى اللعب 5-5 دون توقف في الفعالية. هذا النوع من طرق التدريب جيد، أنه تسبق اللعب 4-4، 5-5، 3-3، 6-6 بفعالية معينة على الهدف أو على الهدفين معا، ثم يتحول التمرين إحنا اللي نسميه درل، هذا اللي نسميه مهاجمة الكرات العكسية من دون ضغط ماكو، نحول إلى اللعب ألعاب صغيرة مهمة، لعب المصدر لكن طريقة ديناميكية ممتازة ورائدة، وهي من ضمن التدريبات الحديثة الآن في كرة القدم، أنه قبل أن تخلق وضعية 5 against 5 في مثالنا هذا، قمت بعملية. شنو هي العملية؟ هي مهاجمة الكرة العكسية لمجموعة من اللاعبين، وأديت التمرين والفعالية بكرتين وليس بكرة واحدة، واحدة كرة عكسية للتعامل معها، والثانية كرة مناولة بسيطة لبناء اللعب باتجاه الهدف المقابل للمنافس تحت الضغط الكامل للمنافس. فمن المدرب يلعب الكرة الثانية إلى هذا الجناح، الآن الأربعة أحرار في الضغط على الفريق الأزرق، سواء يضغطون بمنطقة الجزاء، لأن يعني إحنا عندنا منطقة جزاء هنا،
ينتظرونهم هنا الكون اللي ابحر، هذا يروح مباشره يضغط، هذا يضغط على الجناح الاخر، هذا يضغط على هذا، هذا يضغط على الحريه فيما يعرف في تطبيقات اللعب 5 ضد 5. هذا يعطيك مؤشر جيد على انه اللعب باتجاهين هو من احسن انواع التدريبات في كره القدم في العالم، هي التدريبات المنتجه. ليش باتجاهين؟ لان الان الفريق الابيض اذا ربح الكره ايش يعمل؟ يسجل في هدف المنافس، وذول اللي يستلمون الكره الثانيه وراح يهاجمون اذا خسروا الكره يتحولون الى مدافعين. فمن الهجوم يتحول الفريق الى الهجوم، واذا خسر الكره بالخمسه ضد خمسه يتحول الى الدفاع بالتاكيد. فهدفين، حراس مرمى اثنين، كره مجموعتين من اللاعبين، يعني التمارين المنتجه. هذا الميكس بين هذه الفعاليتين مهم جدا. الآن أنت بديت هاي البداية مرة مرتين، بعدين الأبيض يصير للأمام، الأزرق يصير للخلف، يعني الأبيض يصير الفريق اللي يهاجم الكرة العكسية بالكرة الأولى ويستلم الكرة الثانية ويهاجم الهدف هذا، بينما حماة الهدف هذا أو مدافعي الهدف هذا هم الأزرق، يعني يبدل الأدوار ما نتركها كما هي. اكثروا من هذا التدريب، يطور التكتيك بشكل كبير جدا جدا. في هذه التمارين اهتم بمهاجمة الكرات العكسية بتوقيت عالي وإنهائها بالهدف، واهتم عند استلام الكرة الثانية من قبل اللاعب بجهة اليسار أن يستلميها من نفس المدرب، يتحولون الفريق للمواجهة 5 against 5. أنا موافق المولى، هذا سألني أخ قال لي دكتور مفخر أخذ كل تمارينك المفضلة اللي عندك لا تبخل بها علي، لأن أنا يعني أتابع وأطبق والتطبيقات نتائجها جيدة عندي بالفريق. أشكرك، أشكر الله سبحانه وتعالى قبل أن أشكرك، أنه هذه أمانة أحاول أوصلها لأبنائي وأخواني وزملائي المدربين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني مؤتمن على المعرفة، لذلك أنا لا أكتب هذا، يعني ما أريد أكتب إنه كوبي رايت، هذه تماريني، هذه ليست منقولة وليست مسوقة وليست ربما لها في العالم شبيه، لكن أنا اليوم وضعت ثيمة مهمة أنه قبل اللعب 5 against 5 4 against 4 3 against 3 حاول أن تخلق وضعية معينة ويتحول بها الفريق رأسا إلى وضعية اللعب. أسأل الله لي ولكم العافية. شارك أو أعطي لايك أو علق، المشاركة راح تتركك صديق دائم لنا إن شاء الله. مع السلامة. اليوم 28/9/10 ضاع الزمن طبعا، 2021. وأشكركم طبعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق المولى، شكرا جزيلا.